كيف حرفت الدولة المصرية مهمة الاستخبارات الفرنسية تحت اسم سيرلي؟ أعتقد أن الاستخبارات المصرية ولا أعتقد أنها حرفت، بل هي كان هناك تواطؤ، بمعنى أنه حتى الاستخبارات العسكرية الفرنسية كانت تعي مدى تفعل هناك، بمعنى أنه كانت تعي بأنها أن هناك جرائم ترتكب، خاصة وأن هناك يعني بلاغات قدمت من عدد من الضباط الفرنسيين إلى المسؤولين الفرنسيين، على اعتبار أن الهدف المصري ليس هو محاربة الإرهاب بقدر ما هو استهداف يعني المهربين واستهداف المدنيين بالخصوص، وأن بل بالحرف قيل في أحد التقارير بأن محاربة الإرهاب هذا هدف بعيد عند المصريين، وأنهم لا يكترثوا بهذا الأمر على الإطلاق، بل هم مهتمون بمسألة أخرى غير محاربة الإرهاب. التقرير يتحدث أنه بالفعل ما رجع أنه هنا في فرنسا، حتى على بعض وسائل الإعلام، خاصة أن كان هناك تعتيم إعلامي كبير هنا في فرنسا على أن الأمر تم بين رئيس الدولة وقائد الأركان وبين وزير الدفاع، فبالتالي حتى الحكومة وأعضاء الحكومة لم يشركوا في هذا الأمر، كانت في إطار ضيق جدا. ما هي مصلحة فرنسا؟ يعني الحكومة المصرية تقتل رعاياها في الصحراء زي ما العملية سيرلي بتقول بالطائرات، ما مصلحة فرنسا في الموضوع؟ كما تعلمون أن مصر هي سوق كبير لفرنسا، أنا ننسى بأن فرنسا كانت عاجزة على أن تبيع طائرات الرافال إلى أي دولة، فكان السوق الأكبر والإقبال الكبير كان من مصر، اشترت 12 رافال، بعد ذلك اشترت 36 رافال، كانت الصفقة تقدر بملايين يعني الأوروات مع مصر، فبالتالي مصر كانت تغري فرنسا بالصفقات العسكرية، لذلك كان هذا التعاطف السخي. الآن هي فرنسا في ورطة، للأسف الشديد هي في ورطة، لأن الأمر لا يرتبط فقط بالقضاء الفرنسي ومرتبط بالأمم المتحدة، فالأمر هناك شق كما جاء في بيان المحامية الذي طلعنا عليه وتوصلنا بنسخة منه، على أنه توجهه كذلك إلى المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القضاء، على اعتبار أن استهداف هؤلاء الأبرياء وهؤلاء المدنيين يعتبر قتل خارج القضاء، يعتبر تعذيبا وهو إرهاب في حقهم، لذلك تم اللجوء إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، هذا مقرر خاص داخل الأمم المتحدة، فالإرهاب هو الذي مورس وليس هو الذي حورب، الإرهاب الذي مورس في حق هؤلاء الأبرياء الذين قتلوا خارج نطاق القضاء وعذبوا وتم تصفيتهم بدم بارد، لذلك ينبغي فعلا أن يفتح تحقيق في هذا الموضوع، وإلا سنكون نؤسس للإفلات من العقاب. إذا تم إثبات هذه الجرائم وإذا تمت كل شيء على ما طبق للقانون الفرنسي، النتائج ما هي النتائج في حالة الإدانة؟ يعني بعد هذا القضية سيتم محاسبة كل المتورطين كيف فما كانت، الفرنسيين إذا ثبت تورطهم ستتم محاسبتهم بحسب القانون الفرنسي، هذا لأن القانون الفرنسي يطبق على الكل، المادة 222 تطبق على كل من خرق هذه المادة، فبالتالي عهدنا من القضاء الفرنسي أنه لا يحابي أحدا. فيما يخص الأجانب سيتم استدعائهم للتحقيق معهم هنا في فرنسا، ومن حق القضاء الفرنسي أن يقاضيهم هنا وأن يحاكمهم هنا.